هذا برنامج ساخر، هزلي، غير حقيقي، غير موضوعي وغير محايد، والأحداث الواردة به خيالية ولا تمت للواقع بصلة، وأي تشابه بينه وبين الواقع فهو أغرب من الخيال. نسيت أقول لكم، هذا البرنامج للكبار فقط. نظراً لما قد يتضمنه هذا البرنامج من محتوى قد يكون غير مناسب لبعض الفئات العمرية، لذلك لازم التنويه. من الآخر كده، أي حد يتكسف يقوم دلوقتي عشان ما يضايقش مننا. أدينا قلنا لكم أهو، قمتوا خلاص. مساء الفل. والآن مع برنامج البرنامج مع باسم. البرنامج نحب نقول لكم قبل ما نبتدي ونحذركم ان الحلقه دي مش سريه وانها مذاعه على الهواء، فلو حد عنده افكار خلاقه زي القيادات السياسيه بتاعتنا يا ريت يخليها لنفسه. المهم، الاسبوع اللي فات احنا اتكلمنا على واحد من اعظم المشاريع في اثيوبيا وفي القاره الافريقيه كلها. المشروع ده له مميزات كتير، بس عشان نبسط لكم الامور ونحط المواضيع في سياقها ونحاول ان احنا نقرب لكم الموضوع، بصوا، هو من الاخر بصراحه. عشان كده احنا نحب نفكركم بالحلقه اللي فاتت. Previously on برنامج البرنامج. بعد عودة مرسي، قرار إثيوبي مفاجئ بتحويل مجرى النيل غدا. أنا أتلفت جدع. نجلس جميعا في الصالون بالبوكسرات. يوسف يفوت يقع بالبوكسر. لا، دوت اللي أنا رصدته في كتابي عن رحلة وترترة أخرى فوق النيل. يعني مفيش إلا وزير الري اللي ممكن يفيدنا. إحنا فوجئنا أو عرفنا من الإعلام إن في سد هيقام. سربرايز. ده اللي ناقشناه الحلقة اللي فاتت، الوزير اللي على طول متفاجئ، اللي مش شايف مشكلة في اللي هيحصل، زيادة مرسي اللي كانت أدم السعادة علينا، بوكسرات يسري، وطرطرة عادل حمودة. لكن يمكن احنا بلغنا، يمكن بصينا للموضوع من زاوية غلط. مش يمكن في اثيوبيا مثلا الناس في اثيوبيا مقدرين الرئيس أكتر من تقديرنا له هنا؟ النهاردة الأفارقة هم بيقابلوا الرئيس، وبالأمس يعني قمة في الفرحة وهم بيقابلوا هذا الرجل المتواضع البسيط. يا سلام. عارفين أحلى حاجة إيه؟ إن الناس هناك يبقوا طايرين بيك من الفرحة وهوب يلبسوك سد بعد ما تمشي. على فكرة ده حصل هنا، كان في ناس كتير كانوا طايرين بمرسي وأول ما كسب الانتخابات وهي وشافين هذا مبتع وهوب لبسنا النهضة تاني يوم. تاني حاجة بصراحة إحنا بلغنا في موضوع النهضة، فضلنا نتريق ونقفي على النهضة النهضة، احنا بقينا بنتضايق من اي حاجة اسمها نهضة، حتى لو كان الرئيس بيحطها في عبارة جميلة زي النهضة الافريقية. واتخيل ان البعض اللي هيمسك في كلمة النهضة الافريقية، يعني انتوا مش مكفيكم النهضة المصرية طالع كمان تتكلم عن النهضة الافريقية؟ وده نوع من انواع بقى نفرس اخواننا الاعلاميين التانيين اللي هم كلمة النهضة اصبحت تصيبهم بنوع من انواع الارتكارية.
بخصوص سد النهضة في أثيوبيا. محتاج بلاش بالاسم ده، هو الاسم كده، لا يبقى اسمه سد الألفية. طيب السد بتاع أثيوبيا نهضة؟ يعني ايه نهضة؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده خالص. ايه عيش ندلة تموت مستور. المهم بعد لما عرفنا الخبر اللطيف بتاع السد، حصل نوع من التهوين من القنوات الدينية ونوع من الأفوارة من القنوات الخاصة. عشان كده نحب نقدم لكم الفقرة الدائمة في البرنامج، أفور مين قدك. المركز الثالث، ليه أفور؟ لما ممكن تتشحتف. النهر العظيم يجتاحه هويس من الحزن الأليم، وتعتصره أمواج من الذعر المرير. مجرى العشاق وملتقى الأشواق وملهم الأنغام وباعث الألحان. آخر صبري اللي معدي من تحت الكوبري، كورنيش المسخزة اللي كله طرطرة. ما تبطلوا أفوار يا ولاد. المركز الثاني ليه ممكن تتشحتف لما ممكن الأصابع خارجية هنا، شغل أصابع ولا ينفع. ده دول أهلنا وناس زي ما حضرتك قلت، إن أفريقيا ده أهلنا وناسنا، ما أهلنا وناس وعاملين نتخزوق منهم، هنعمل إيه؟ أصابع بس بدل ما تبقى كده هتبقى كده، يعني الأصابع دلوقتي كانت جوه، الأصابع دلوقتي اللي بتلعب من بره. وسد النهضة هنلبسه. ويوحشنا النيل بصميته وترمسه. عادة جابر القرموطي بيكسب المركز الأول في الأفوارة، بس الليلة دي احنا عندنا بطل جديد، الفائز الأول بجائزة أحسن أفوارة قسم دراما. الفيديو ده يا جماعة اتزع زي ما هتشوفوه بالظبط في التلفزيون، ما فيهوش أي لعب، ما دبناش فيه مفك. الأرض لو عطشانة نرويها بدمانا. على فكرة لو كملتوا آخر الحلقة هتلاقوا أسامة كمال بيتسحل هو كمان. بعد كل الأفوارة دي اللي مش جاية، طبعا يعني للأسف الأفوارة دي مش جاية من فراغ، الناس فعلا قلقانة، الشعب خايف على النيل والمية والكهرباء. دلوقتي بيجوا زيارات، بكرة هتبقى ذكرى لطيفة مش أكتر. أكيد أكيد التصريحات الرسمية كانت على نفس المستوى من المسؤولية، وكان المسؤولين قلقانين زينا بالظبط. مفيش أي تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل إلى مصر، ووزير الري إجراء طبيعي ولن يضرنا. كميات المياه بحكم الطبيعة لا يمكن بحال من الأحوال يتم التأثير فيها، هي هيستحب عندما يمشى سد. الحمد لله رب العالمين، لا اللي في الصحراء عطش ولا اللي في الوادي عطش، ولا ما استحماش ولا ما غسلش هدومه ولا ما استخدمهاش، فالأمور ماشية الحمد لله. يعني اصبر على رزقك، مستعجل ليه؟ ده إيه الانشكاح اللي انت فيه ده؟ ده رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشورى على فكرة. يعني ده سد واقف على النيل بيحجز مية، يعني إجراء طبيعي، إيه المشكلة؟ أنتوا جايبين موتور شرك وإحنا مش همامكم. طب واضح إن هما دلوقتي عارفين إن في حاجة اسمها سد وإنه معمول في أثيوبيا، يعني متهيأل إن سادة وزير الري اللي كان متفاجئ قبل كده عامل دلوقتي حسابه، يعني بعد ما أصل المفاجأة راح هيبتدي يحضر نفسه. إحنا كلنا كأفوبينا يعني إن هما بيعلنوا عن إنشاء سد، والخبر ده ما هوش يعني احنا فوجئنا كلنا ومشغولين بالثوره، وهم ابتدوا الاعلان عن السد. سبرايز تاني، اتفاجئتي تاني. وعلى فكره ده انجاز جديد لينا، ان احنا هنبقى اول بلد في العالم هتلبس 20 سد على سهوه. لو يقول لك اصل ايه كنا مشغولين في الثوره، طب شاركتوا في الثوره؟ ماشي، ركبت الثوره وجيت الحكم عديناها، بس كل ما تحصل مصيبه اصل كنا مشغولين في الثوره. يا اخي بقى يا اخي، ما علينا. بعد ما سيادة الوزير فاق من غيبوبته وصحي كده وفوق، أكيد أكيد هو عارف كويس ومستوعب أبعاد المشكلة دي ومحضر لها. قرار أثيوبيا ده؟ قرار إيه؟ تحويل مجرى النيل الأزرق. ما هو خدوا الإجراء ده قبل اللجنة الثلاثية وقبل انتظار التقرير والنتيجة. أي إجراء؟ إجراء تحويل النيل يا فندم. أيوة يا فندم، يعني وأنتوا كنتوا محضرين، ما هو الموضوع جه مفاجأة أهو يا فندم، أو يعني أي مفاجأة، بس مش عايز يعني أي مفاجأة حصلت يعني. سد مين؟ سد إيه؟ سد إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟
انا مين؟ انا فين؟ انا مش انا. اي مفاجاه؟ انا اوريدي اتفاجئت مرتين في. طب سياده وزير الري، سؤال مباشر، السد ده هياثر علينا ولا مش هياثر علينا؟ يا اه يا لا. يعني عايز اقول ان يجب ان الامور تعطى حجمها بدون اثاره عشان الناس ما تترعبش. احنا دلوقتي السد ده معمول اصلا لتوليد الكهرباء، وتوليد الكهرباء ده يعني ان ميه بخزنها عشان اولد منها كهرباء، ما فيهاش اي تنميه زراعيه. بص حضرتك، انا مش متخصص ولا انا بفهم في السدود ولا في الري زي ناس تانية، المهم لكن اللي انا اعرفه ان هو سد ساعته 47 مليار متر مكعب، ومحتاج ان انت تملاه على 4-5 سنين، وغالبا هتملاه من المايه اللي كانت بتروح لمصر كل فيضان، وبالطريقه دي المايه اللي هتوصل لنا هتقل، وساعتها هنعاني من نقص المايه والكهرباء. فكونك تقول لي ان السد مبني للكهرباء مش للزراعه على اساس انها حاجه بسيطه، يبقى انت بتضحك علينا ومش عارف شغلك، فتشوف لك حته تانيه تشتغل فيها بقى. معلش نديله فرصة، نديله فرصة تانية، بلاش بعد ما السد يتبني، خلينا في دلوقتي يعني. والسد هو لسه بيتبني، الخمس سنين الجايين دول هل هيأثر الكلام ده على حصة مصر؟ هل المدة اللي هيتبني فيها حصة مصر هتقل من المية؟ أيوة ولا لا؟ لا عمرها، أثناء البناء مفيش أي تقليل في حصة مصر. متأكد؟ شور؟ مش هنتأثر؟ طيب نسأل كمان مرة سيادة وزير الري، هل هتقل المية اللي جاية لمصر وقت بنا السد اللي هيستمر 5 سنين؟ الإجابة اللي جاية دي بعد نص دقيقة من الإجابة اللي فاتت. فعلا في 12 مليار لتر هيقلوا في الوقت ده كل سنة لمدة 5 سنين؟ ده سؤالي. الجواب هيقلوا، لأن هو دلوقتي بدل ما أنت بتخزن قدام السد العالي بتخزن قدام سد تاني، فالمية اللي جاية دي هتقل. بصوا يا حصة مصر مش هتقل، لو سألتني تاني هتقل، بس لو اتكيت عليها شوية يعني مفيش نيل، وانا بفهمش أمور الشغلانة دي أساسا. بص يا سيادة الوزير، أنا عارف إن أنت ماسك ملف الري، بس حضرتك فتحته يعني مش عيب، خد فكرة يعني. خليه معاك في الحمام في الريفية عادي، ويقول لي بقى الناس فضلت تطبل وتظبط ورحنا اثيوبيا والناس بقى شالوا الرئيس وايه واحتفلوا بينا. طب وانتوا في القمه الافريقيه في اثيوبيا يعني ما اتكلمتوش في الموضوع ده؟ يعني ده انسب مكان، ما استغلتوش الفرصه ان انتوا في اثيوبيا عشان تتناقشوا في النيل؟ اولا كنا بنحضر الاجتماع بتاع الاتحاد الافريقي، ما كناش رايحين مخصوص عشان نناقش سد النهضه ونفاجئ مثلا بحاجه زي دي. انت نفاجئ تاني يا راجل، انت مندهش على طول كده يا راجل. والله احنا كنا طالعين يعني رحله ليلتين هاف بورد مع الفطار، وقعدنا في اثيوبيا اللي فيها منابع النيل، عندهم يعني جولف لطيف قوي، بس ما جاش في مخنا خالص ان احنا نتكلم في حاجه ليها علاقه بالوزاره اللي انا ماسكها خالص. سياده الوزير، هل في اماره اننا مطمنين قوي كده؟ يعني ايه السبب ان في على قلوبنا كميه مراوح بالطريقه دي؟ بعد كده ميلي الزناوي اعلن ان هو هيحط حجر الاساس لسد النهضه، هو حس بان في قلق مصر يعني، فقرر زياره مصر عشان يطمن الشعب المصري، وهو موجود قال انا لو السد ده هينقص كوبايه ميه زي دي، وشال الكوبايه في ايده من الميه اللي بتيجي لمصر والسودان، انا لا يمكن ولا الشعب الاثيوبي يقبل بحاجه زي دي يعني. والله يا اخويا الزناوي فضل يحلف لي على الميه تجمع انهم مش هيقربوا من الميه بتاعتنا ابدا، والعشرة دول يبنوا سد بقى يحولوا مجرى واحنا مصدقينه عادي. وعشان احنا مصدقينه وشايفين ان مفيش اي خطر على النيل، قرر الرئيس ان هو يدعو لحوار وطني عشان نواجه خطر السد. انتوا عارفين الحوار ده حصل فيه ايه صح؟ الحوار انتوا عارفين، انتوا عارفين واحنا في العالم كله عارف الحوار ده حصل فيه. بس خلينا نبص بصه ثانيه على الاجتماع ده، يعني مع ان رئيس وزراء اثيوبيا قال لنا ما تقلقوش مش هتنقصوا كوبايه ميه ابدا، الرئيس برضه عقد اجتماع طارئ، يبقى اكيد الرئيس ما عادش ياكل من الكلام ده. الرئيس بطل يصدق الوعود دي. هو اللي اعلنه قدامي
رئيس الوزراء واحنا في اثيوبيا ان مصر لا يمكن ان تدار ولو بكوب ماء واحد. والعشرة دول حلف لي على الميه تجمد تاني. مفيش مشكله خالص. طب ما دام انت واثق في كلامه كده عملت الاجتماع ليه؟ وكمان هو انتوا ليه مالين يعني ايديكم من اثيوبيا كده؟ يعني العشاء ليه؟ مش فاهم. هم وعدونا بس هنعمل اجتماع احتياطي. المهم الحوار الوطني ده جمع شخصيات كتيره من المشهد السياسي. حمزاوي والكيوتنس بتاعه، ابو العيله ماضي بيدور على حد يغزه، ورامي لكح واحلى داك فيس. على فكره احنا اكتشفنا ان دي الطريقه المفضله لرامي لكح في التصوير. ومن اول دقيقه في الاجتماع ظهرت جديه الرئيس واستيعابه لخطوره الموقف. عندنا امكانيه ان احنا نمص الصدمه. نمتص نمتص قصده نمتص نمتص ايه نمتص. نمتص يعني يعني ناخد الشوك. بلاش ناخد يعني بلاش ناخد نمتص. بالمناسبة احنا عايزين نمتص. انا احب جدا ان اعرف على الامكانيات بتاعتنا اللي هتخلينا نمتص الصدمة. تاني احنا محتاجين الامكانيات دي اكتر من اي وقت تاني. المهم ابتدى الاجتماع والقوى الوطنية ورتنا قد ايه هما مهمومين بالقضية، قد ايه هما شايفين ان احنا غلطانين في حق النيل. حضرتك نحن لا نحترم نيلنا، نحن نصرف في نيلنا، نحن نتبول في نيلنا. والتيتا في النيلنا والنالنا في التيتا. وبابا اوبا بابا اوبا وبابا اوبا. بصوا اصل نيلنا ده اهم حاجه في بلدنا واحنا مش ممكن ابدا نفنط فيه خالص. المهم الناس اللي حضروا الاجتماع كل واحد فيهم كان عنده افكار جباره ازاي نحل المشكله. افكار ذكيه، افكار من بره الصندوق. احنا في اثيوبيا لازم نبقى عارفين تاثير فرق كره القدم بتاعتنا هناك، ابطال افريقيا لسنوات، ليهم تاثير جبار. دي مش فكره بره الصندوق، دي بره 6 ياردة خالص. انت حتى ما شفتش مرسي بصلك ازاي؟ ورئيس حزب وزعيم سياسي، سبت ايه الكابتن محمود بكر؟ طب نجرب تاني، في افكار تانية ممكن تساعدنا. يعني احنا طلعنا من امم افريقيا فمالهاش لازمه نبعت لهم لعيبه كوره خلاص. في حد تاني ممكن نبعته؟ انا كنت مره في قريه سودانيه بمناسبه ان هم بيحبونا ونبعت ابو تريكه. مره كنت في قريه سودانيه في اعماق السودان، فراح شاب معايل صغير ماسكني وقال لي انت بتشوف عادل امام؟ قلت شوف الارتباط بمصر. قلت له لا مع الاسف ما اعرفش عادل امام، انا اعرف نور الشريف. قال لي تبقى سلم لي عليه. وسلمت له عليه؟ خلاص حلينا المشكلة، نبعت لهم الفنان نور الشريف، ولو مش فاضي نبعت لهم أحمد صيام. طب ده في السودان بس. على فكرة معلومة صغيرة يعني على الماشي، الناس اللي في أثيوبيا البلد اللي بتبني السد مش بيتكلموا عربي، يعني ولا يعرفوا عادل إمام ولا نور الشريف، احتمال يعرفوا أحمد صيام بس الباقيين لأ. أرجوك يا جماعة تقولوا لنا فكرة فنية تقنية تساعدنا في المشكلة دي. نسمع من السياسي العبقري المبدع مجدي حسين. احنا نعمل معاهم ربط كهربائي، ما بلاش السد العالي، نعمل معاهم ربط كهربائي ونوقف السد العالي خالص، ايه المشكله يا عم؟ وبلاش السد العالي خالص، نفكه ونبيعه خرده، نعمل منه رفارف. ايه يابا في ايه هنا؟ في ايه؟ لو ايه؟ لو اقول لك ما فيش مشكله، انت طالب لوزير الري؟ معلش. يعني انت جاي اجتماع عشان المشكله هي ان الحنفيه بقت هناك، تقوم تقترح انك تنقل الحنفيه والفيشه كمان هناك؟ ده ايه الفقاقه دي؟ ممكن حد يقترح حاجه تبقى واقعيه شويه؟ اذا فشلت كل هذه المحاولات فلا خيار ان احنا ممكن نستخدم اخر الاوراق عن طريق الاستعانه بالمخابرات لهدم اي سد يقام. وليه مخابرات؟ وليه عمليه عسكريه؟ احنا نزق عليهم شويه علامه دويقه في ميكروباص ومعاهم قلبتين بوتاجاز ده لو لقيناهم.
ويفجروا ام السد ده ويخلوه فحمه. انتوا بتقولوا الكلام ده على الهوا؟ انتوا عارفين الموضوع ده هيخلص ازاي صح؟ طيب ممكن واحد يقترح حاجه عقلانيه بعيده عن العبث ده؟ كان في كلام على عمل عسكري، طبعا عمليا كلام يعني صعب تحقيقه. يا ما انت كريم يا رب، هو ده الكلام؟ في حد بيتكلم بالعقل؟ هو ده الكلام؟ مش تقول لي حل عسكري وحاجات ودي على الهوا يا جدعان. طب ايه هي حضرتك المحاول اللي ممكن نشتغل عليها؟ ان احنا ما عندناش غير محور بتاع اريتريا، الصومال، جيبوتي، وده كل شغل مخابرات بقى، هم دول اللي يخلصوا من جوه، هم منهم في بعض يعني. بصوا بقى، احنا نوزع اريتريا على جيبوتي، تقوم جيبوتي ضربه باثيوبيا، تقوم بقى اثيوبيا الاثنين ونسيبه بقى ياكلوا في بعض، ونقعد احنا بقى ايه ونتفرج على الشغواطه دي بقى. ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه. انتوا مجانين، الكلام ده على الهوا مجانين. انا متهيالي ان كل جاسوس او عميل مخابرات شاف الاجتماع تلاقيه دلوقتي بيلطم. لكن بالرغم من الجرسه دي، لسه يا جماعه في احد الجواسيس ما زال محافظ على هويته السريه. حكمه فهمي الحسناء ذات الدهاء التي تلاعبت بأخطر أجهزة المخابرات في العالم. انت ناسي ان انا جاسوسة؟ برافو يا اجمل وارق جاسوسة في العالم. الجاسوس اللي كان عندك في العوامة يا حكمة. ايه المشكلة يا ما عرفوش. فين الكندي يا جندي؟ كان زمانك دلوقتي روحت اتعذبتي هناك وجبتي سد النهضة تحت باطك كنت جاي. أنا عايز أعرف بس، هو لو كان في عندنا جواسيس أو عملاء شغالين لحسابنا هناك دلوقتي، أخبارهم إيه؟ انكشفوا ولا لسه محافظين على سريتهم؟ لمزيد عن هذا الموضوع معنا من أثيوبيا عبر الأقمار الصناعية أحد العملاء السريين. أهلا خالد. أهلا أهلا باسم. قول لنا يا خالد، مدى انعكاس الحوار الوطني على شغل العملاء السريين بتوعنا في أثيوبيا؟ سر مين بقى يابا؟ فضحتنا بقت فضيحة المطاهر. إحنا بس. وبعدين يا باسم، وبعدين يا باسم، معلش يا باسم ثانية واحدة. باشا باشا باشا، السلام عليكم. اسمك كريم ايه؟ جون. عشت الاسامي يا عم جون. منين يا عم جون؟ ادي صبابة اجدع ناس والله جد يعني. معلش بس بعد اذنك يعني عندي انترفيو دلوقتي زي ما انت شايف، فلو نقدر نبطل تعذيب شوية بريك كده خمس دقايق هنعوضهم والله العظيم بجد. احنا مش بايتين مع بعضينا؟ انت هتغير الشيفت؟ ما تقلقش انا هأمن عليه. امان يا من؟ قول يا كينج. ايوه معاك يا باسم، احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن دور الحوار الوطني في كشف غطاء السري لعملائنا السريين يا خالد. هو كل الخلايا النايمه هنا صحوها الصراحه يعني. ما بقاش في غطاء سري ولا حتى كوفرتة سريه تغطينا. طب انت مش قادر تهرب طيب؟ انت مش شايفني متكتف يا باسم؟ اهرب ازاي؟ طب وبقيه العملاء السريين يا خالد، هل الكشف خلاص مفيش امل يعني خالص؟ الصراحه املنا الوحيد والاخير هو الواد ايمن محمود، ساكن في قلب دي صبابه في شارع منبصه. فوق محل لحوم مصر والصومال هناك. هو بص راكب عربيه سيراته حمراء، الوحيده المفيمه فيك يا دي صبابه. لازق حتى عليها ستيكر اسير الاحزان. طيب عايز اسالك احواله ايه عاملنا السري ايمن محمود اللي ساكن في شارع مباصر في اديس ابابا اللي عنده عربيه كده سيراته مفيمه؟ ايمن عاملنا السري، بص هو الوحيد اللي هرب من الحكومه هنا الصراحه يعني، هو املنا الوحيد والاخير يعني. ما اعرفش اقول لك احنا معتمدين قد ايه عليه. طب بما انك معانا على الهواء مباشره والعالم كله بيسمعنا، مش عايز تقول كلمه اخيره للشعب المصري؟ ثانيه واحده، احنا كده على الهواء؟ احنا على الهوا مباشرة والعالم كله سامعك. يعني البتاع ده بيتزع؟ كمل ضرب يا جون، تعال كمل ضرب يا ابن ال، تعال انا هطلع اتعذب بره في الطراوة. خالد مبسوط وبجد ربنا ياخد بيدك يا خالد. نحب نعتذر لايمن محمود اللي ساكن في شارع مبصرة في اديس ابابا ده، لو لسه عايش واضح انه فات علينا نبلغه انه بيتزع على الهوا. رجوعا للاجتماع، بما ان احنا على الهوا، هل في حد ممكن يقول لنا الوضع في اثيوبيا ايه بالظبط؟ ومن داخل اثيوبيا برضو قبائل متعدده،
وكله زي ما سيادتك عارف في افريقيا يعني بيتظبط، كله بيشتغل وممكن يقوم باي حاجه في سكته يعني. وكله بيتظبط. احنا بنسال على الوضع في اثيوبيا حضرتك، مش في شارع جامعه الدول. يعني ما يصحش على شعب دوله تاني ان هو ديته فلوس كده على الهوا. يعني مش ممكن واحد عارف انه قاعد قدام كاميرا ممكن يقول كده وعارف ان هو بيتصور. النهارده لو رئيس اثيوبيا ده غمزوه ب 100 جنيه ولا هقول ب 100 دينار باع القضيه وخلصت المساله. ده الناس دي بتقضي نص عشاها نوم، ده اللي بيقوم الصبح من النوم بيحكم البلد. وادي اخر كوبايه ميه هنشوفها من هناك. بس احنا برضو ما سمعناش من السياسيين المحنكين اللي كانوا في الاجتماع، يعني هل كان في اراء تانيه عن اثيوبيا وخصوصا من حد زارها قبل كده وخصوصا انه لحق صديق؟ احنا محتاجين نقيم اتصال وتأثير مباشر وتدخل في الشأن الداخلي، وانا بقول الكلام ده عكس اللي المفروض كل الناس بتقوله. يبقى في تدخل في الشأن الداخلي ويبقى في تأثير على القرار وعلى الاختيارات في اثيوبيا، والمجتمع هناك مهترئ الى اقصى درجه، واحنا شفنا ده في زيارتنا كانت حاجه يعني مؤسفه. وضعهم مهترئ ومؤسف. وانتوا كده في الحوار الوطني كان وضعكم ايه بالظبط؟ يعني قاعد مع الرئيس اللي بيقول لك ما حدش يحط صباعه عندنا واحنا ما نحطش صباعنا عند حد وتتكلم يا راجل عيب عليك يا اخي. هل في يا ترى استاذ ايمن نور افكار تانية سريه ممكن تزودها؟ لكن خليني اقول لحضرتك ان نقدر نسرب معلومات على سبيل المعلومات الاستخباراتيه، ان مصر بتسعى لشراء نوع معين من الطيارات لتزويد الطيارات في الجو. وبعدين تحب نسرب ايه كمان؟ بما ان حضرتك على الهوا في كلام هاكس تاني ممكن نشوره لحضرتك؟ نقول لهم مثلا ان اطفالنا عيال فاقده وماشيين بنوي في جيبهم، عكسنا مجرى النيل وقفلناه من عندنا، جماعه الاخوان هتفتح في اثيوبيا، هو حل مش سريع لكن هيجيبهم الارض يعني. المهم بعد العك اللي فات ده كله، كل اللي فات ده كوم، والحته اللي جايه دي كوم تاني من المبدع العبقري السياسي مجدي حسين. لو الاجتماع ده سري ونقسم على الاقل نسرب للاعلام اي كلمه فيه يبقى احسن، الا بشكل مقنن عن طريق الاخت باكينام مثلا. الاخت باكينام بالتنسيق مع الاخت باكينام. خليك قاعد هتعرف ان الاخت باكينام لبستك في الحيط. حتى لو عملنا خلاص ماشي كويس انك قلت لي. قلت له اجتماع مزعل. لو بيقول لي اجتماع مزعل هوا فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه. انا ما عنديش خطه سريه. شوف ازاي؟ الله انتوا بتصوروا؟ وأصف حاجة بقى أيمن نور اللي طلع بعد كده قال ما حدش قال لي بيفقر عليه يقول له وتقولي نقسم ومش نقسم. نسى هو قال إيه؟ لا بقى إيه؟ طب في حاجة إيه؟ الرئيس مرسي عارف ومسهت إنه قافل ميكروفونه وسايبهم بيهرتلوا، قول يا حبيبي. إيه كمان؟ نضرب أثيوبيا وماله؟ عمليات إرهاب حبيبي ماشي ومخابرات يلا. اما بقى الدكتوره باكينام الشرقاوي فاعتذرت على الفيس بتاعها انها نسيت تبلغ الناس ان الاجتماع مزعل هوا. سوري نسينا نقول لكم، كنا عاملها لكم مفاجاه. الاجتماع ده كان كارثه بكل المقاييس، مفيش حل، مفيش حتى اي ذكاء في التعامل مع اي مشكله. دول القرارات السياسيه بتوع البلد. المحسن مش ان الاجتماع السري انزاع، المحسن ان دي عقليه الناس اللي متصدره المشهد السياسي. عايز تهدد اثيوبيا؟ هددها اكيد. اصل عندي كلام كتير سقفوا اهي. عايز تهدد اثيوبيا هدد، خوف كقياده البلد ذات سياده بتخاف على مصالحها وتقدر تنفذ اللي بتهدد بيه، لكن المسخره اللي احنا شفناها دي تقول لك ان ولا في قياده ولا في افكار وناس جايه تقعد على مصطبه. اما بالنسبه بقى لصاحبه الفرح ست الكل دكتوره باكينام اللي لبست الاجتماع والبلد كلها في الحيط واحرجتنا دوليا، فنفسي اعرف الفريق الرئاسي بيعمل ايه بالظبط؟ احنا لو كنا في مركز شباب طلخه كان الناس دي اترفدت كلها. يمكن دكتوره باكينام وفريق عملها عندهم قدرات خاصه احنا ما نعرفهاش. كان نفسنا تكون دكتوره باكينام معانا على الهواء عشان تشرح لنا اللي حصل،
بس ما قدرناش نوصل لها، بس قدرنا نوصل لرقم المكتب الاستشاري بتاعها. ممكن نكلم الرقم ده يا خليفة؟ الو؟ ايه ده، ايمي سمير غانم؟ ايه ده؟ انت عرفتي ازاي؟ ما هو حضرتك ده بس مباشر على الهوا واحنا شايفينك برضك؟ اه هي كل حاجه بقت مرصوده كده يعني انا على الاير دلوقتي؟ اه طب مش كنت تقولي كنت اخد بالي اجهز نفسي احط كونسيلر احط ميك اب. ايمي ثانيه واحده معلش، انت سبتي التمثيل وبتشتغلي في الرياسه دلوقتي؟ اصل من ساعه الحوار الوطني والرياسه لمت الكاميرات كلها اللي في السوق فقلت يعني هي فرصه الواحد ياخد طريقه في الشهره والاضواء. طب مع سوري في السؤال، انت بتشتغلي ايه في الرياسه؟ بي ار بابليك ريليشن شيب. بابليك انت تعرفي تعملي بي ار؟ اللي اعرف اي ست بيت شاطره تعرف تعمل البي ار. انت اهم حاجه تصحي الصبح بدري وتطلعي من الفريزر يفك. يا ايمي انت متاكده انك بتتكلمي على البي ار؟ امال ده الفريق الرياسي كله بياكل صوابعه وراه. واضح ان الفريق الرياسي كله مؤهل زي حضرتك. طبعا المهم انك تختار الناس الصح. انا الواد ناجي ابن صرختي مشغلاه معايا من اول اليوم باثق فيه جدا، بيقضي لي مشاويري وبيجيب لي طلباتي وبيرجع الفلوس صحيحه. ايوه بس استاذه ايمي في ناس بتتهم الفريق الرياسي بان هو غير مؤهل، وخصوصا بعد اللي عملته الدكتوره باكينامي الشرقاوي في الحوار الوطني. اسكت ابله باكي. ابله مين؟ ابله باكي دي زعلانه يا عيني بقالها يومين وشها مخطوف، الحوار الوطني خلاها فيري كومبريست. يعني كومبريست ازاي يعني؟ زعلت بقت تنشن كده ونرفس. ده انا لسه مدخله لها حبايتش الضغط من كتر الكومبريست. ايوه بس اللي حصل ده ما يصحش، يعني الناس اتقفشت على الهوا وهما بيهرتلوا ومحدش قال لهم. يا ايمي دي فضيحه. فضيحه دي بالنسبه لكم، بالنسبه لنا روتين. يعني ده عندكم روتين؟ اه فيري نورمال، يعني الدستور والاعلان الدستوري وخطابات الرئيس اه كلها مقاسي وعدت ما جاتش على دي. انتوا بس اللي عودكم طري كده. طب معلش سؤال يعني اعذريني، يعني انتوا ما كنتوش تقدروا تحذروا الناس تقولوا لهم؟ والله يا استاذ باسم كل لما واحد فيهم يبتدي يهرتل ويبدا يقول النو سنس بتاعه ده كنت انا وطقم البي ار بتاعي كله نقف لهم ونغمز لهم ونبسبس لهم اتذكروا ان احنا بنتحرش بيهم. يعني انتوا ما عندكمش الامكانيات كفريق رئاسي ان انتوا كنتوا تتفادوا الفضيحه ديت؟ اصل احنا اتفاجئنا بالنمبر اللي جه، كنا فاكرين يعني انها تبقى حاجه كده على الضيق زي كل مره مننا فينا. للدرجه دي يا ايمي؟ اه والله كنا متلهوجين بقى وفيري هاري فقلنا لا لازم بقى ناخد ديسيجن، فنزلنا كراسي من المقطم وطلعنا طقم الصيني. ورحنا مطلعين طقم الصيني لأول مرة من ساعة ما دخلت. دخلتي فين؟ دخلنا القصر بعد ما كسبنا الرئاسة. معلش ايمي معلش في سؤال معلش محرج شوية، في ناس بتقول إن اللي حصل ده مقصود عشان تحرجوا القوى السياسية. بيني وبينك سيكريت؟ بقول لك إيه؟ هو الكلام ده مش زعم؟ مع ان انا قلت لك في الاول بس مش متذاع قولي. اوكي زي ما انت عارف كده ان رئيسنا دماغه متكلفه اكسبنسر. عارف ده هليز عارف. هو وابله باكي قالوا احنا نجيب الناس ونخليهم يتكلموا ونديهم الريست روم بتاعهم يرحرحوا
وكله يطلع السواجي اللي جواه. شوفيتم يعني هما يرحرحوا والبلد تلبس أزمة دبلوماسية؟ يوه يا أخويا، هو حد أساساً طايقنا برا ولا جوا؟ أمال إيه لازمة البي آر؟ يا خرابي ده سبتش البي آر بتاعها على النار يا واد يا ناجي، يخرب بيتك يا ولا انت وامك. ايه مش سمير غانم؟ وهكذا وهكذا تجرى الامور في الفريق الرئاسي. نراكم بعد الفاصل.